أهم المرافق الحديثة، الخدمات المتكاملة يقدمها سلال للمواطنين والمقيمين. طبعا يحتوي المشروع على عدد من المكونات، والتركيز الأساسي في المشروع على مكونات الجملة، البيع من الجملة والبرادات المركزية، كونه سوق جملة، حيث أن اتفاقية النقل تنص على نقل أنشطة الجملة والبرادات المركزية فقط وليس سوق التجزئة. نعم. حيث أن سوق التجزئة لا زال باقي في الموالح لخدمة مرتادي السوق من المناطق المحيطة بمنطقة الموالح. نعم. اليوم لو تحدثنا عن بعض الأرقام فيما يخص السوق، طبعا السوق تم إقامته على أرض مساحتها 700,000 متر مربع. نعم. تم استغلال ما يقارب 450,000 متر مربع كمرحلة أولى، مقارنة ب 180,000 متر مربع في سوق الموالح. نتحدث عن ما يقارب أكثر من ضعفي مساحة سوق الموالح. لو تحدثنا عن مكونات السوق، به مكونات عديدة، ولكن أحد أو أهم هذه المكونات هو قاعة البيع بالجملة. قاعة البيع بالجملة اليوم تقع على مساحة ما يقارب 30,000 متر مربع. ممتاز. وهي قاعة مكيفة بالكامل، تحتوي على غرف تبريد ما يقارب 170 غرفة تبريد على جانبي هذه القاعة، بالإضافة إلى مواقع بيع تتخطى 500 موقع بيع خلال هذه القاعة. والقاعة هي ما يتم فيها التداول بشكل يومي، حيث يلتقي مرتادي السوق من المتسوقين أو اللي كما يطلق عليهم تجار الولايات، بالإضافة إلى بقية المتسوقين مع تجار الجملة البائعين. السوق يحتوي أيضا على مكونات أخرى، منها البرادات المركزية على سبيل المثال، فلدينا ما يقارب 40,000 متر مربع من البرادات المركزية التي تعنى بالتخزين طويل الأمد. يحتوي السوق أيضا على مكونات أخرى خدمية، مثل منطقة بيع البصل، مناطق بيع البطاطا، مناطق الخدمية مثل المناطق التجارية، المسجد، وأيضا مكونين أساسيين في السوق عندنا منصة أو المحطة الواحدة للتفتيش، وهي التي تعمل بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، الإدارة العامة للجمارك، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. بالإضافة إلى ذلك قمنا بإضافة مكون جديد في السوق، ألا وهو مبنى متخصص بالكامل لاستقبال المنتج المحلي.